بص انا مشغول ب عشان عيد النيروز وبداية سنة قبطية، بان احنا يعني السنة دي اتمنى يعني نزود علاقتنا بالانجيل، لانه الانبا انطونيوس القديس الانبا انطونيوس كان له شعار كده يقوله للرهبان: اي مشكلة روحية في حياتكم علاجها الانجيل، ولو طلعتوا آيات مناسبة لأي موضوع الآيات لوحدها هتصلح كل حاجة. فواضح إن احنا ما استخدمناش الإنجيل في حياتنا بالقدر الكافي. يعني أغلبكم بيقرأ الإنجيل أو قرأ أجزاء كتيرة منه قبل كده، إنما احنا مش بنستخدمه زي ما قصده ربنا. ربنا كان قصد إن احنا الإنجيل يشغلنا أكتر من كده كتير، وبالتالي حياتنا تتقدس أكتر من كده كتير. فعاوز أكلمكم الليلة دي عن إزاي الواحد يقرأ الإنجيل بطريقة جديدة ويطلع بأكبر فايدة، بحيث لو إحنا داخلين على سنة جديدة الواحد يبقى إيه بقدر الإمكان متحمس إنه الإنجيل يغير في حياته كتير. هحكي لكم الحكاية الأول من العهد القديم تورينا إزاي استقبال الإنجيل ممكن يفرق كتير قوي من شخص لشخص. يعني الطريقة اللي بسمع بيها أو بقرأ بيها الإنجيل ممكن تخلي الواحد يتغير تغيير شديد قوي، وممكن الواحد يبقى ما يتغيرش خالص. كان في ملك اسمه يوشيا. يوشيا ده جه بعد داود مثلا ب 300 سنة، فحفيد حفيد حفيده مثلا. وبعدين يوشيا ده لما بقى ملك كان صغير في السن قوي، فرئيس الكهنة هو اللي رباه، فتربى تربية دينية كويس. في الوقت ده كان اليهود بيعبدوا الأوثان، وكان في فساد في كل البلاد اليهودية، والهيكل تقريبا كان مهجور من كتر يعني ما هما بيعبدوا أوثان، كان في إهمال تمام في الهيكل. لما الشاب ده بقى 26 سنة عمل نهضة روحية وقرر إنه يعيد بناء الهيكل اللي اتهدم بسبب الوثنية اللي دخلت من وقت سليمان لغاية يوشيا الملك. فبيقول وهما بيوضبوا الهيكل، النص قدامكم: عند إخراجهم الفضة المدخلة إلى بيت الرب وجد حلقي الكاهن سفر شريعة الرب بيد موسى. يعني هما بيوضبوا لقوا سفر الشريعة. سفر الشريعة له مكان ثابت كان جنب تابوت العهد جوه الهيكل، وله مكان تاني بره في القدس. إنما لأنه كل ده كان مهمل ومقفول عليه، وهما بيوضبوا لقوا سفر الشريعة، أو يعني اكتشفوا. فأجاب حلقية ده الكاهن وقال لشافان الكاتب، فئة الكتب اللي هما كانوا يحفظوا نص الشريعة عشان حتى لو الكتاب ضاع، زي الصحابة كده يعني، الكتب دول اللي هما بيبقوا مسؤولين انه الحاجة تبقى محفوظة جواهم، ودول الفئة اللي كانت بتحارب المسيح اللي هما الكتبة والفريسيين. قد وجدت سفر الشريعة في بيت الرب، وسلم حلقية السفر إلى شفان، فجاء شفان بالسفر إلى الملك ورد إلى الملك جوابا قائلا: كل ما أسلم ليد عبيدك هم يفعلونه. بيتكلم الأول على الشغل، ادوا الفضة للعمال والعمال شغالين في الهيكل كويس، فبيقول له الأخبار الشغل الأول: وقد أفرغوا الفضة الموجودة في بيت الرب ودفعوها ليد الوكلاء ويد عامل الشغل. وأخبر شافان الكاتب الملك قائلا: قد أعطاني حلقية الكاهن سفرا وقرأ فيه شافان أمام الملك. خلي بالكم بقى من اللي حصل. فلما سمع الملك كلام الشريعة مزق ثيابه. يعني الرجل بيقرأ له كلام اللي موجود غالبا يقصد بالشريعة غالبا سفر التثنية بالذات، لأن التثنية كان بيراجع كل اللي اتكتب في خروج وعدد ولوين، وده سفر التثنية أعتقد كان اليهودي المتدين يحفظه صم. يعني كان السفر ده بالذات أهم سفر تقريبا عند اليهود. فلما الملك سمع الكلام شق هدوم، وأمر الملك حلقية وأخيقام وعبدون وشافان اللي هم الفرقة اللي حواليه بما فيهم كهنة وكتب قائلا: اذهبوا اسألوا الرب من أجلي ومن أجل من بقى من إسرائيل، ويهوز عن كلام السفر الذي وجد، لأنه عظيم غضب الرب الذي انسكب علينا من أجل أن أبائنا لم يحفظوا كلام الرب ليعملوا حسب كل ما هو مكتوب في هذا السفر. تلاحظوا أن الرجل ده خد موقف يعني رياكشن طبيعي،
لما سمع الكلام اتخض. سفر الشريعة لو ذكرته، سفر التثنية له جو كده يعني واضح، ربنا بيحكي اللي عمله مع اليهود وبيقول لهم كلام صريح جدا: تمشوا معايا همشي معاكم وهبارك لكم وهحفظكم، تكسروا كذا وكذا 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 هسيبكم، هتتبهدلوا هيحصل لكم. فهو بيسمع لقى انه الوصايا اللي بيقولها ربنا كسرينها، في وثنية وفي إباحية وفي تهاون بالسبت وفي كذا وفي كذا. فالراجل طبعا لأنه صدق الكلام اتخض، يعني معنى كده كل العقوبات دي هتيجي هتيجي، فاتخض وشق هدومه وقال لهم روحوا صلوا لي قولوا له يا رب حوش حوش غضبك عننا لأن احنا نستاهل الغضب. ده الرياكشن المباشر الطبيعي لما قرأ الكلام. بقيت الحكاية عشان حبيتوا تعرفوها، راحوا صلوا، فكان في واحدة اسمها خلدة النبية بعتت لهم قالت لهم روحوا قولوا للملك بتاعكم كل اللي أراها يحصل، إنما الغضب الإلهي مش هيجي في وقته بسبب الموقف ده، لأنه خاف وصلى وبكى قدام ربنا. العقوبات اللي مكتوبة لازم هتحصل، بس مش هتحصل في أيامه لمجرد الرياكشن ده. طبعا هو يشيع بعد كده ما وقفش عند الرياكشن بس، إن هو يعني خاف وصلى واطمن حتى على مصيره إنه أيامه هتعدي على خير، عمل نهضة روحية رائعة. كل الكلام اللي سمعه في التثنية ابتدى يعمله، مشي على المرتفعات، بقى يشيل كل الأوثان اللي تركبت، وبقى ينظف البلاد من كهنة الأوثان، ورجع نظام السبت بشدة، ورجع الأعياد اليهودية بشدة، وعمل نهضة روحية، وعاش يمكن 10 سنين تاني ومات بدري، لكن كل أيامه كانت إنجازات روحية وكانت إيه نهضة للشعب كله. وفعلا بعدها يعني الملوك اللي بعد كده كانوا أشرار، وجاء بقى السبي وجاء غضب ربنا عليهم. اللي عاوز أقوله من الحكاية دي موقفين مهمين قوي، إنه ببساطة كده الرياكشن الطبيعي لكلام ربنا إن الواحد يتاخد، إن الواحد يفوق، إن الواحد ياخد الكلام على نفسه زي ما هقول دلوقتي، وإنه يصلي. لو أنت بتقرأ الإنجيل ما خدتش الكلام على نفسك وما صليتش في سرك وأنت قاعد، يبقى أنت لسه ما قريتش الإنجيل صح. الإنجيل رسالة تحتاج إلى رد، الإنجيل مش معلومة الواحد يعرفها، ما احنا عارفين كتير، لا الإنجيل دي ده رسالة من ربنا تحتاج إلى رد. عشان كده هقترح 10 نقط يخلونا نستفيد من الإنجيل كل ما نقرأ، ونقط كلها سريعة وسهلة، بس ايه ركزوا في الروشتة العشرة دي، يمكن لو عملنا منها شوية السنة دي تفرق معانا كتير. أول نقطة عشان تستفيد من الكتاب، اعتبر الكلام ليك لوحدك، اعتبر الكلام بيرسونال، لأنه طول ما احنا بناخد الإنجيل حكايات عن ناس أو كلام حلو أو معلومات احنا مش هنتحرك من مكاننا. إنما لما الواحد يخبط في الكلام ويعتبر الكلام ليه، يعني لما ربنا يقول ينبغي أن يصلى كل حين، كلام ليك لأنه دي وصية، ما ينفعش تقول دي للرهبان مثلا، لا دي وصية. لما يقول لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما خلاص، ده كلام ربنا، كلام ليا، ما ينفعش أقول مفروض الناس تعمل، لا مفروض أنا أعمل. أو لما يقول لي لا تخف لأني معك، مش هعتبر الكلام لأشعياء ولا لشعب إسرائيل، لا الكلام ليا، ربنا بيقول لي ما تخافش أنا معك. كل ما الواحد خد الكلام على نفسه كل ما الفايدة كانت عالية. وخلي بالكوا عدو الخير دايما يدخل في الحتة دي، وأنا بقرأ الإنجيل أو بسمعه على طول مخي يجي الكلام ده يمكن فلان كان محتاجه، أو الكلام ده ممكن نقوله للناس. طبعا السكتين دول أوحش من بعض، إما خدت الكلام على حد أو فكرت أقول الكلام لحد يبقى أنا ما خدتوش، يبقى أنا ما استقبلتوش، يبقى راحت مني الفايدة. إنما لو قعدت وفكرت ربنا بيقول لي أنا حاجة كده هتحرك من مكانه. شوفوا في آية أرمية تقول إيه: اسمع أيها الشعب الجاهل والعديم الفهم، لهم أعين لا يبصرون، لهم آذان ولا يسمعون. ده يطابق أي حد يسمع أو يشوف إنما ما يعتبرش الحاجة لنفسه، فكأنه لا سمع ولا شاف.
برضو آية تاني تأكد لنا الفكرة، يقول وجد كلامك فأكلته. فكرة واحد يأكل الإنجيل ده طبعا very personal، واحد الأكل ده معناه ما حدش هيشاركني في اللي بيدخل جوايا. فهنا العلاقة بيني وبين كلمة ربنا علاقة أكل، علاقة شخصية، علاقة يعني أحادية. فكان كلامك لي للفرح ولبهجة قلبي لأني دعوت باسمك يا رب. يبقى واضح دايما في ارتباط بين ان انا بستقبل كلمة ربنا وبدعي باسم ربنا، باخد الكلام وبقول له طب يا رب ساعدني، طب يا رب قوينا اعمل الكلام ده، يبقى بستقبل وبرد. تاني نقطة مهمة، احنا قلنا 10 نقط، هرجعهم لغاية ما تحفظوهم يعني، معلش. خد الكلام لنفسك. 2، صدق كل كلمة. برضو مشكلة من مشاكلنا ان احنا ساعات بنسمع الانجيل بس يعني مش مصدقينه كفاية. خلينا نتصارح كده، كم واحد مصدق ان فجأة الدنيا هتخلص وهنشوف المسيح جاي على السحاب وكل واحد هيتحاسب عن حياته؟ احنا عارفينها، محد ما بقولش معلومة جديدة، بس مش مصدقينها كفاية، بدليل ان حياتنا ماشية يعني لوس شوية، ما تزعلوش يعني، مش فارقة معانا قوي اللحظة دي، مش خايفين منها، مش عاملين حسابها كفاية. ده معناها ايه؟ ده انا مش مصدق الكلام. لو انا مصدق ان كل الاشياء تعمل معا للخير، يبقى whatever happens حواليا مفروض ما تضايقش وما قلقش، يبقى واضح ان انا مش مصدق كفاية. يبقى تاني خطوة في الروشتة، حاول تصدق كل رسالة توصل لك. شوف يقول إذ قيل إن سمعتم صوته إيه لا تقسوا قلوبكم. ساعات الواحد يقسي قلبه، بمعنى إيه؟ يعمل حاجز بينه وبين الكلام عشان ما يتأثرش قوي، عشان ما يصدقش قوي. فكونه ما يصدقش يبقى الفايدة راحت على طول. يبقى أول نقطة خلي الكلام لنفسك، 2، صدق كل كلمة لأن اللي أنت شايفه ده هيحصل هيحصل. ما تنسوش كمان ان ربنا يسوع قال السماء والارض تزول ولكن كلامي لا يزول. عارفين قالها امتى؟ قالها بالذات وموجودة في متى ومرقس ولوقا الاية دي، وهو بيشرح نهاية العالم. لانه هو بيشرح نهاية العالم الكلام شوية بعيد عن التصور، لما يقول لك اصل النجوم هتقع والسماء هتضلم والمسيح هيجي على السحاب، شوية الكلام بعيد عن ذهننا مش قادرين نتخيله. فهنا المسيح يأكد يقول على فكرة السماء والأرض هتزول والكلام اللي أنا بقوله هتشوفوه، ولا يمضي هذا الجيل حتى يكون الكل، يعني البشر لازم هيحضروا الساعة دي. فهنا ربنا يسوع لما بيلاقينا شوية الكلام بعيد عن إيماننا أو ثقتنا بيأكد الكلام ده هيحصل، الكلام ده بجد، الحياة الأبدية بجد، الدينونة بجد، الصليب كان بجد، رعاية ربنا بجد، الخطية وحشة ومؤذية بجد. كل اللي قاله المسيح يحتاج ان الواحد ياخده سيريوسلي لانه مفروض يصدقه. فرومي 10 يقول ليس الجميع اطاعوا الانجيل. للأسف في ناس كتيرة بتسمع الانجيل لكن مش بتطاوع، يعني مش بتصدق. بيقول لان اشعيا يقول يا رب من صدق خبرنا. ودي اشعيا قالها على فكرة لما شاف الصليب قبلها ب 800 سنة في النبوة، وابتدى يشرح واكتشف ان المصلوب ده المسيح نفسه. فابتدى الكلام عن الصليب في اشعياء 53 بقولت يا رب مين يصدق؟ من صدق خبرنا؟ لان لغايه النهارده عالم كتير مش مصدقين يعني ايه ربنا يتجسد ويتصلب. تالت نقطه خاف واتضح. يبقى اول نقطه قلنا صدق كل كلمه، اول نقطه خد الكلام لنفسك، 2 صدقه، 3 اتضع وخاف قدام كلام ربنا. ده موقف بالذات يوشيا، الحكايه اللي حكيناها في الاول، الراجل ده اللي فرق بينه وبين ناس كتير قوي، ياما ملوك قروا الشريعه يعني، وياما احنا قرينا كلام ربنا، انه خاف من الكلام، مش بس صدقه، انه صغر قدام نفسه قدام الكلام. لان في ناس تقرا الكلام من فوق، تقرا الكلام عشان يعني تنقده، عشان تقلبه، عشان يعني تشوف تقول في ايه، لكن في واحد بياخد الكلام ده يحكم عليا. فكل ما الانسان قدام كلمة ربنا قابلها بنوع من الخوف او الاتضاع كل ما الفايدة زادت. تلاحظوا احنا في القداس نقول قفوا بخوف
أمام الله لنسمع الإنجيل المقدس، لأنه على قد ما تقف قدام الكلمة خايف، أصل الكلمة دي هتحكم على مصيرك الأبدي، فالموضوع يتاخد بخوف أو يتاخد على الأقل بالتضاع، يعني تبقى واقف قدام ربنا حاسس أنا الكلام كبير علي، أنا أصغر من الحاجات. يقول ده فيوشيا قال: لأنه عظيم غضب الرب الذي انسكب علينا من أجل أن أبائنا لم يحفظوا كلام الرب. يعني هو لما سمع الكلام قال ده جاي علينا غضب شديد قوي لأن احنا ما سمعناش كلام ربنا. هو صدق، خد الكلام على نفسه، خاف، وعشان كده نجى نفسه على فكرة، خد الكلام لنفسه وصدقه وخاف منه. آية جميلة قوي نفسي تحفظوها، يقول: إلى هذا أنظر. إلى هذا أنظر يعني ربنا عينه تروح لمين؟ مين أكتر واحد يعجب ربنا؟ إلى المسكين والمنسحق الروح والمرتعد من كلامي. شوف التعبير ده، المرتعد من كلامي. أنت لما يكون عندك موظف بيخاف منك وبيبقى عاوز يرضيك، بيني وبينك أنت بتحبه أو بتبقى واثق فيه، لأنه ده بالذات بيعمل لك 100 حساب. أنت ربنا كمان بيبص على اللي بيعمل لربنا 100 حساب في كلامه، يرتعد من كلامه. إحنا مش واصلين لدي حتة إن كلام ربنا يهز الواحد من جواه ويخوفه ويفوقه، دي ما بنوصل لهاش كتير، وعشان كده مش بنتغير كتير. إلى هذا أنظر، إلى المسكين المنسحق الروح اللي هو المتواضع يعني والمرتعد من كلامه. افتكروا الآية اللي بتقول: مخيف هو الوقوع في يد الله الحي. الموقف الرابع أو الخطوة الرابعة، طبعا الخطوات كلها يعني لازقة في بعض لو تاخدوا بالكم، يبقى الواحد بيقرأ بياخد الكلام لنفسه، بيصدقه، بيخاف، وبعدين إيه؟ بيتمسك بالوعد. كلام ربنا فيه أكتر من شكل، في جزء من كلام ربنا عبارة عن promises، ربنا بيوعدنا، وفي جزء من الكلام ربنا بيوصينا، وفي جزء من الكلام ربنا بيشرح لنا أو بيعلن لنا حقائق. خلونا على قد الثلاث أفكار دول. في جزء من الكلام بيقول أنا هعمل، ده اسمه promise، وعد. في جزء من الكلام أنتوا اعملوا، خلي بالكم، يا إما يبتدي بلا، لا تقتل، لا تزني، لا تغضب، لا تكذب، لا، أو صلي أشكر، يبقى جزء من الكلام فعل أمر وصية. أو جزء من الكلام بيبقى ربنا بيعلن أنا هو الله، الحياة الأبدية شكلها إيه، الدينونة شكلها إيه، بيحكي بيشرح، ومع الشرح ساعات يمثل، يعني يدي أمثال تبسط الحقيقة. تقريبا دول أكتر يعني أفكار، ما عدا بقى جنبها الحكايات والقصص اللي برضو ممكن تفصصها على وعد، وصية، حقيقة، مثل. لما تلاقي وعد امسك فيه، لما تلاقي وعد في الكتاب تمسك به. ليه؟ لأنه بيعجبني قوي لما الطفل يمسك في أبوه، لما أبوه يقول له مثلا هنعمل كذا، وبعدين يجي الأب كده إيه، يحب يزوغ من اللي قاله، تلاقي الطفل الصغير يقول له you promised، يمسكها له، يعني أنت وعدت، وتبقى يعني خناقة، مش ما ينفعش، أنت وعدت يبقى لازم تلتزم. إحنا نعرف نعمل كده مع ربنا، انه انت وعدت، وربنا ما زعلش ابدا من الحركه دي، لان ربنا بيدي وعود ودايما ملتزم بوعوده. تعبير اللي جه في النشيد: امسكت ولم ارخيه. يعني ايه؟ مثلا احنا عارفين الرب رعية فلا يعوزني شيء، كم واحد متمسك بلا يعوزني شيء؟ ما ده وعد. اذا كان ربنا بيرعاك مش هتحتاج حاجه ابدا، يعني حاجه دي بقى حط اي حاجه، مش هتحتاج حب من الناس، مش هتحتاج أمان من الناس، مش هتحتاج فلوس عمرك، مش هتحتاج، مش الوعد كده امسك فيه وما ترخيهوش. يعني ايه امسك جامد؟ لأنك لما تمسك جامد تتمتع بيه، تحس فعلا الكلام مظبوط. إنما ساعات الواحد يبقى ايه، سايب ايديه، سايبة كده، فتلاقوا الوعود بتفرط من ايده كده. يبقى ربنا قال كلام كتير قوي يخلي الواحد عايش في ملك تاني وعايش مبسوط على طول، لكن بسبب عدم تمسكنا بالوعد الكلام ما دخلش جوه، ما وصلش لجوه، فمش مديني سلام ولا امان، مش مفرحني، لاني انا مش ماسك فيه كفايه.
فافتكروا وانتوا بتقروا الانجيل دايما، اي وعد تلاقوه امسكوا فيه. وفي ناس انا لقيتها عامله خط معين، يعني اللون الاحمر مثلا لما يلاقوا وعد يقعدوا كده يمشوا، فتلاقي من اول الانجيل لاخره مئات من الخطوط الحمراء كده. الخطوط الحمراء دي اللي هي كل ما يقلق يعدي على الاحمر، بس هو مجرد ما يوصل لربعهم يكون خلاص رجع له السلام مرة تانية. برضو تعبير تاني يقول الكتاب، لما وجد لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن مضى وباع كل ما كان له واشتراه. أحد القديسين قال اللؤلؤة دي هي كنوز الكتاب، بمعنى اللي يلاقي وعد في الكتاب يمسك فيه الدنيا كلها تصغر بالنسبة له. لو انت ادركت يعني ايه ربنا بيقول لك انا بحبك ومعاك، ده وعد. لو مسكت فيه الفلوس والناس والمشاكل والسياسة والكل ده يصغر قدامك. مضى وباع كل شيء واشتراها، يعني ركز فيها، يعني مسك فيها والباقي كله ما بقاش بنفس درجة الأهمية. يبقى رابع خطوة عشان نطلع بفايدة من الكتاب، تعالوا نتمسك بالوعد. خامس خطوة، وانت بتقرأ اطلب الفهم، راجع عشان تحفظه. قلنا عشان نطلع بأكبر فايدة من الإنجيل، أولا خد الكلام على نفسك، اتنين صدق، تلاتة خاف اتضع، أربعة امسك في الوعد اللي تلاقيه، خمسة وانت بتقرأ دايما قول يا رب فهمني، دايما قول كده وانت قاعد بتقرأ وانت واقف في القداس بتسمع الإنجيل، يا رب فهمني. لأنه ربنا يحب يفهم، بس يفهم اللي عاوز يفهم. يعني في آية جميلة تقول افهم ما يقول، افهم ما أقول فليعطيك الرب فهما. يعني لو حاولت تفهم هتفهم، لو عاوز تفهم ربنا هيفهمك. افهم ما أقول فليعطيك الرب فهما في كل شيء، أو بنقول له طريق وصاياك فهمني فأناجي بعجائبك. يبقى الواحد هو بيقرأ دايما في حتت يلاقي نفسه مش فاهم، أو هو فاهم سياق الكلام بس مش فاهم المسج البيرسونال اللي من الكلام. يعني ممكن قصة انت قريتها 100 مرة، الراعي الصالح، الخروف الضال، نازفة الدم، طب ما انت عارف وهتقراها تاني. طب ايه المسج بقى؟ ايه المطلوب من القصة؟ انت فاهم السياق، يعني في اجزاء مش فاهمها صعبة، في اصفار نبوات واحيانا تبقى صعبة شوية، ساعدني يا رب افهم. طب ولو مفهومة، لا انت فاهمها من الوش كده، لا في حاجة خاصة بيك. فيبقى انت محتاج وانت بتقرأ او بتسمع تقول له فهمني يا رب عاوزني اعمل ايه، فهمني ايه اللي انت عاوز تقوله لي من الكلام ده. دانيال مرة حصلت معاه قصة غريبة شوية. دانيال كان احد انبياء السبي، جه بعد أرمية، كان قبل منه أشعية قبل السبي، كبار أشعية وبعدين أرمية حضر السبي بس كان راجل كبير في السن، وبعدين أرمية كتب كتابه ومات. دانيال كان في السبي هو وحزقيال، فدانيال بقى مشغول بكتاب أرمية، سفر أرمية. فأرمية في آخر كتابه يذكر أن في 70 سنة قضي بها على إسرائيل، فقعد 3 أسابيع صايم وبيصلي ويقول له رب فهمني إيه حكاية 70 سنة. قام جاله رئيس الملائكة جبرائيل يقول له ربنا بعتني ليك عشان أفهمك. فبيقول بقى بيحكي القصة، بيقول رئيس الملائكة جه وفهمني واتكلم معايا وقال لي يا دانيال أنا خرجت الآن لأعلمك الفهم. والغريب بقى لما تقروا دانيال 9 تلاقوه مش شرح له بس 70 سنة، 70 سنة طلعت بسيطة، من قرار بداية السبي لقرار عودة المزبين، وكان فاضل عليها كم سنة خلاص. بعد دانيال بكم سنة طلع قرار من كورش عودة اليهود المزبية. إنما قال له بما إنك عاوز تفهم أنا هقول لك أخبار تانية، وقال له إمتى هيجي المسيح على الأرض؟ بعدها بحوالي 500 سنة. شوفوا واحد عاوز يفهم، رئيس ملائكة جاله عشان يفهمه، ويفهمه مش بس سؤاله، يفهمه أمور حتى ما سألش عنه. يبقى كل ما تربط القراية بالصلاة كل ما الفهم يزيد. وتلاحظوا ان ده منهج الكنيسة القبطية، في الإجبية نقرأ حتى مزامير وإنجيل وبعدين نرد على الإنجيل، في القداس نقرأ الإنجيل وبعدين نرد بالمردات والقداس، يعني في مزيج من الصلاة والقراية دايما في العبادة، كأننا بنستقبل الرسالة وبنرد عليها، وجزء من الرد ساعدني أفهمك أو أعمل اللي أنت عاوزني أعمله. نمرة 6،
عشان نطلع بأكبر فايدة من قراية الكتاب، تعالوا نقول حاضر في ثلاث كلمات كده مهمين في قراية الإنجيل. في كلمة أمين لما تلاقي وعد في سرك، يعني لما ربنا بيقول لك أنا معاك قول في سرك أمين، أو أشكرك، أو مصدقك. ما أمين يعني حقا أو أؤمن. لما تلاقي ربنا بيقول لك وصية، الوصية ما ينفعش فيها غير رد فعل واحد اللي هو إيه؟ حاضر. ربنا بيقول لك لا تغضب على أخيك باطلا، ما ينفعش وانت بتقرا تقول له ما هو اخويا مستفز، ما هو كده مش هتستفيد. هو الطبيعي تقول له ايه؟ حاضر. يقول لك لا تكذبوا بعضكم على بعض، حاضر. لا تهتموا لحياتكم، حاضر. اشكروا في كل شيء، حاضر. يبقى لما بتلاقي وصية رد الفعل الحقيقي وانت بتقرا ان لازم لسان حالك يقول حاضر يا رب. حاضر ده داخليا، برضو احنا بنتكلم عن علاقة خاصة بين الانسان والانجيل. يبقى لما تلاقي وعد بتفرح بيه وتمسك فيه وكأنك بتقول له اشكرك او امين لاني صدقتك. لما تلاقي وصية تقول له يا رب حاضر، او ساعدني اعمل اللي انت بتقوله. شوفوا الاية دي يقول ان علمتم هذا فطوباكم ان عملتموه. مش كفاية نعرف يا جماعة، احنا بنعرف كتير بس مش بنعمل كتير. إن علمتم هذا، ده كلام المسيح، طوباكم مش لأن انتوا عرفتوا، لا طوباكم لو عملتوه. صدقوني احنا نعرف معلومات كتيرة قوي عن المسيحيين، ما ظنش ان احنا عايشين اكتر من 1 من 10 من اللي احنا عارفينه. كتير مننا فاهم تعليم المسيح والمثاليات اللي بيتكلم فيها ربنا يسوع، انما التطويب جاي للعمل مش للعلم. في يعقوب يقول كونوا عاملين بالكلمة لا سامعين فقط خادعين نفوسكم. يبقى مجرد السمع ممكن ايه؟ سمع او القراية ممكن يعمل خداع للنفس. ليه؟ لاني ما قلتش حاضر، لاني ما عملتش اللي قاله المسيح. برضو ربنا يسوع لما ادانا الموعظة على الجبل في نهايتها ادانا الحكاية البسيطة بتاعت الرجل اللي بيبني على الرملة والرجل اللي بيبني على الصخر، والفرق بينهم ايه؟ واحد يسمع ويشتغل، واحد يسمع بس. قال اللي يسمع وما يشتغلش زي اللي بيبني قصور رملية، يعني اللي بيسمع ويعمل ده راجل بيبني على صخر، مهما حصل المبنى بتاعه هيكمل. أراجع استحمله، صدق، خد الكلام لنفسك، صدق الكلام، خاف من الكلام، امسك في الوعد، قول له يا رب فهمني، قول كمان حاضر لكل وصية لي. 7، الإنجيل فيه كلام كتير نوع من العتاب أو التوبيخ أو حتى بعض الوصايا اللي تبدو أعلى مننا ما عملناهاش. هنا رد الفعل إيه؟ خلي بالكوا رد الفعل هو دايما اللي يبني العلاقة مع الإنجيل. إنه أنا بقرأ الإنجيل زي ما حصل مع يوشيا، الحكاية اللي ابتدينا بيها الكلام. يوشيا شق هدومه لما سمع الإنجيل وقال لهم روحوا صلوا لي عشان ربنا يرفع غضبه عني، أنا استاهل كل اللي يجرالي، الكلام ده يحكم عليا. يبقى ضروري قدام الكتاب المقدس انك تعترف بخطأك، لان الانجيل سماه القديس يعقوب مراية. فقدام المراية الواحد بيطلع ملخبط، فيبقى رد الفعل النفسي الطبيعي الشخصي وانا بقرأ الانجيل سامحني يا رب انا ما بعملش كلام ده، اخطأت يا رب لاني انا لسه بدين الناس وانت بتقول لا تدينوا كي لا تدانوا، اخطأت يا رب لانك بتقول ما تغضبش وانا بغضب، أخطأت لأنك بتقول من سخرك ميلا اذهب معه 2 وأنا الميل الأولاني ما عملتوش، ما بديش كل الناس حقها. يبقى في حتة اعتراف بالخطأ كرد فعل للكتاب، وده مهم يا جماعة في الإنجيل، إن الواحد الإنجيل يحرك التوبة، لأن التوبة مش بتبتدي بالخطية، التوبة بتبتدي بكلمة ربنا. إن الإنجيل يفوقك فتقول سامحني أنا مستاهلش اللي أنا فيه وأستاهل غضبك. دانيال في الوقت اللي كان مشغول بكلام ربنا صلى صلاة جميلة قوي أغلبها توبة، مع أن الرجل ده كان قديس وبار يعني، إنما هو ضمنيا اعترف بخطايا شعبه. قال له يا سيد لنا خزي الوجوه، لملوكنا لرؤسائنا لأبائنا لأننا أخطأنا إليك، أنت ليك المراحم والرأفات والمغفرة. وابتدى يعترف عن خطايا شعبه.
عشان كده في تعبير في المزمور 100 يقول: ادخلوا أبوابه بالاعتراف أو بحمد دياره بالتسبيح، احمدوه باركوا اسم. هنا طبعا في المزمور القبطي يسموها بالاعتراف. كلمة اعتراف باي ذا واي ليها ثلاث معاني أساسية وتلاقوها كتيرة في المزامير: اعترفوا للرب لأنه صالح. الاعتراف أول معنى فيه أنا مصدقك، أؤمن، اسمه اعتراف الإيمان، I believe، ده اسمه اعتراف. عشان كده نقول أؤمن وأعترف إلى النفس الأخير. فالقانون الإيمان اسمه اعتراف الإيمان، ماشي. تاني درجة من الاعتراف أشكرك، فأنا بعترف بفضلك. يبقى الأولانية بعترف بحقيقة، ده موضوع إيماني. اتنين، أنا بعترف بعمل الله، فهنا ده أتيتيود شكر، أشكرك يا رب، أنا بعترف إن ما فيهاش حاجة عدلة مني، كل الخير منك، أنا بعترف إنك مديني كتير قوي، أنا بعترف إنك مسامحني في كتير قوي. يبقى الاعتراف في معنى تاني الشكر، فيقول ادخلوا أبوابه بالاعتراف. تالت معنى اللي انتوا فاهمينه بقى دايما هو اعتراف الخطية. أنا رب اعترف أيضا إني مذنب أو إني خاطي أو إني مستاهلش النعم دي كلها. فكلمة اعتراف في الكتاب المقدس وحتى في لغة الكنيسة تحمل الثلاث معاني ضمنيا: أنا بعترف بإيماني، وبعترف بفضل الله كشكر، وبعترف بخطيته. رد فعل لقراية الكتاب أن الواحد يعترف بخطيته. ليه؟ لأن الإنجيل هو اللي بيشاور لي على الخطية، هو اللي بيقول لي على التقصير اللي في حياتي. فقبل ما أروح لأبونا كل فين وفين، لا، أنا قدام الإنجيل سامحني يا رب، أنا مش بعمل الكلام ده. ده اللي يوشي عمله واللي كرمه قوي عند ربنا، انه على طول خد الكلام على نفسه، صدقه، خاف منه، فقال له سامحني، ارحمني. نمرة 8، احفظ النص او المعنى. شوفوا، الانجيل مش عاوزنا، او ربنا مش عاوزنا ناخد الانجيل افكار سطحية، عاوزنا الكلام يقعد فينا. تعبير جميل لبولس يقول: لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى. ايه الفرق بين واحد ساكن معاك وواحد زائر؟ فرق كبير. الزائر ضيف، يعني يقعد يوم، ساعة، اتنين، انما الساكن خلاص ده في وشك طول الوقت، لازم تعاشره ويعاشرك. ربنا عاوز كلامه على مستوى فكرة الساكن دي، تسكن فيكم كلمة المسيح بغنى، يعني كلمة ربنا تبقى بتدور في عقلك من غير مجهود. عاوزين نوصل للمستوى ده، مش بتستحضرها كل لما تقرأ ولا تدخل تسمع وعظة، لا، في حاجة جواك بتشتغل على طول، في رصيد قديم. وعشان كده يقول: وانتوا طبيعي بعد كده بكل حكمة ايه؟ معلمون ومنذرون بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح. يعني بدل الحاجات جواك هتطلع في كلامك، هتطلع آيات وهتطلع معاني كتابية، لأنك أنت الموضوع جوه مش بر. يبقى عشان الكلام يوصلنا لتغيير كلمة ربنا، محتاج أخده على نفسي، محتاج أصدقه، محتاج أخف منه، محتاج أمسك في الوعد، محتاج أقول له فهمني، محتاج أقول حاضر قدام الوصية، محتاج أقول له سامحني مش بعمل الكلام ده، محتاج كمان أعيد وأزيد لغاية ما الكلمة تثبت تتغرس. قدرت أحفظها بالنص أبقى شاطر قوي، ما قدرتش بالنص أتليست المعنى يفضل جواي، يبقى الكلام ساكن فيا. شوفوا، احنا كل مزمور الصبح نقول مزمور الأولاني، نقول على الرجل الكويس اللي يعجب ربنا: طوبى للرجل. الرجل في ناموس الرب مسرته، في ناموسه يلهج نهارا وليلا. ده اللي بيعجب ربنا، ان واحد بيعيد ويزيد طول اليوم، ايتين حافظهم، ايتين اراهم الصبح بيكررهم، فكرة روحية شغلاه، يلهج نهارا ولا. اللهج ده زي نظام الكتاتيب زمان، ان الواحد بيكرر جواه، مش لازم حد يحسه لكن مجهول. يقول ده زي اللي مغروس على شجرة مية، شجرة على مية، لازم يعطي ثمر في الاخر، ده مش ممكن يدبل او يفنى. بنفس المعنى يقول المزمور: خبأت كلامك في قلبي كي لا أخطئ إليك. على قد ما تحوش كلام ربنا، على قد ما هتلاقي نفسك مش عارف تغلط. تصوروا بقى واحد يبقى مش عارف يغلط، هتبقى ممنوع من الخطأ، لأن الكلام نفسه هيمنعك من الخطأ. كلمة ربنا قوية، بس اديها فرصة تسكن جواك، تشغل دماغك زيادة، ساعتها هتلاقي نفسك مش عارف تدين، مش عارف تغضب، متفرمل عن خطاياك الأولى بسبب كلمة ربنا. نمرة 9، هم 10 بطمنكم. راجع،
طريقة حلوة انك انت لو بتقرأ كل يوم، وده المفروض، بص على اللي قريته امبارح عشان تراجع على اللي قريته. وحبذا لو كل اسبوع، لو كل يوم حد مثلا مدي وقت اطول لربنا، تراجع الاسبوع كله، قريت ايه الاسبوع ده، فاكر ايه من المعاني اللي شغلتك طول الاسبوع. المراجعة دي انتوا عارفين احنا بنعتبر الطالب المتفوق طول عمرنا اللي يراجع بعد ما يذاكر ويحل امتحانات ويعيد ويزيد. الانجيل عاوز كده، مش عاوز قراية سطحية، لا عاوز مذاكرة وعاوز مراجعة. لو راجعت هتلاقي الكلام بيفرق كتير قوي، بيقعد وبيشتغل لوحده. بقى خلي بالكوا الكلام لما يدخل ويغرس هيبتدي يشتغل لوحده، فهتفاجأ ان افكارك بتنضف لوحدها، مشاعرك بتهدى لوحدها، عندك استنارة، ربنا بيحركك بسهولة عن زمان. كل ده لان الرصيد الانجيل زيادة جواك. يقول من اجل ذلك كل كاتب متعلم في ملكوت السماوات يشبه رجلا رب بيت يخرج من كنزه جددا وعتقاء. ده اللي محوش بقى، فزي يطلع قديم وجديد اول باول. بنفس المعنى ربنا يسوع قال فتشوا الكتب. فتشوا دي احد معانيها سيرش، يعني عارفين اللي بيعمل ريسيرش. الموضوع في الكتاب مش عاوز قرايه، ما بيقولش ريد ذا بايبل، لا بيقول ابحث، دور، دور على المسيح اللي في كل آية، دور على السلام اللي في كل آية، دور على دورك ورسالتك في حياتك في كل آية، دور، فتش الكتب لأن فيها حياة أبدية. آخر نقطة، علم واتكلم. عشان الكلام يثبت فينا ويغير فينا، أقول تاني، واحد، خد الكلام على نفسك، صدق الكلام، خاف من الكلام، امسك في الوعد، قول له يا رب فهمني، والحاضر للوصية، اعترف انك ضعيف او خاطئ قدام الكلام، راجع اول باول، احفظ وراجع، واخيرا علم واتكلم. نفسنا يا جماعة نعمل حاجة بيقولها الكتاب، ان الواحد ضمن كلامه يطلع كلام ربنا دايما، لان احنا ستصدقوني بنقول كلام كتير قوي ممكن يتحسب علينا، بنقول كلام أخطيت يعني كلام باطل أو كلام فارغ كتير. إنما ربنا في وصية في التثنية تخجلنا، تقول إيه؟ لتكن هذه الكلمات التي أنا أوصيك بها اليوم على قلبك. حطها على قلبك، دي يعني اللي فاتت، راجع وفتش واحفظ، قصها على أولادك. كم واحد فينا ممكن لما يوصي أولاده يقول آية، ولا بنخجل نقول كده؟ تكلم بها حين تجلس في بيتك، كم واحد في بيته ممكن يقول حاجة من كلام الروحي؟ حين تمشي في الطريق، ده هناك طريق، ده ممكن يبقى في ناس تانية مش أهل البيت. حين تنام، هنا تنام يبقى هتكلم نفسك بقى. وحين تقوم اربطها علامة على يدك، ولتكن عصائب بين عينيك، اكتبها على قوائم أبواب بيتك وعلى أبوابك. كل ده ربنا عاوزه عشان ما نبعدش عن كلامه وننشغل بيه. يبقى عشان الواحد يثبت فيه الكلام، وماله لما ياخد آية حلوة تعجبه يقولها لمراته، يقولها لأولاده، يقولها لواحد صاحبه، يقولها لشخص قريب ليه. الكلام لما تفكر فيه وتقوله يثبت أكتر. آخر آية أقولها، أرمية عدى عليه فترة كان كل ما يوعظ ويتكلم يهزقوه، فقرر، خد قرار إنه مش هيجيب سيرة ربنا خالص، إنما لأنه حافظ كلام ربنا. يقول قلت لا أذكر ولا أنطق بعد باسمه، فكان في قلبي كنار محرقة محصورة في عظامي، فمللت من الإمساك، ما قدرتش أمسكه يعني، ولم أستطع، يعني معرفتش أمسك الكلام. أنا قلت لنفسي مش هتكلم، إنما مش قادر ما أتكلمش. عارفين احنا بنعمل الحاجات دي بس مش في حاجات ربنا. يبقى الواحد عرف خبر او سر ويقول لا لا مش هقوله لحد، وبعدين يتدب ويقع في اول قعده ويخر بالكلام كله. لو انت الكلام اللي محوشه كلام ربنا، هتلاقي نفسك مش قادر تمسكه لانك مشغول بيه، هتقوله قدام الموظفين وقدام الزملاء وقدام، وكيف تخجل من كلمه الله اللي هي اغلى حاجه. احنا بنقول خلونا السنه دي ان عشنا سنه مقبوله عند ربنا، تعبير ده تعبير كتابي، سنة مقبولة أو سنة الرب المقبولة. خلي النيروز ده اللي ابتدينا بيه ياخد معانا سنة جديدة، نقول له يا رب السنة دي نفسنا نقرب من كتاب، من كلامك، وكلامك يشغلنا أكتر من كده. كل مرة تقرأ الإنجيل أو تسمعه خد الكلام لنفسك. اتنين، صدقه،
ثلاثة حاول تتضع وتخاف منه، أربعة أي وعد تلاقيه امسك فيه وثبته عندك، خمسة دايما قول حاضر لأي أدفايس أو أوردر، ستة فهمني يا رب، سبعة أخطيت يا رب، كل ده حوار بينك وبين الإنجيل، تمانية راجع الكلام، احفظ الكلام، تسعة راجع الكلام، عشرة قول الكلام عشان يثبت فيك. لإلهنا كل مجد وكرامة للأبد.